بيقولوا عن الأربعة إنه هي بنص الجمعة، وأنا بقول للأربعة إلى أحلى طلة، لأنه كل نهار أربعة بتطلع علينا أحلى وردة من لبنان. الإعلامية مايا إبراهيم زميلتي بتطلع علينا من لبنان مباشرة، وبنسمع صوتها الحلو وكلامها الأحلى وأحلى. مساء الخير لأحلى أحلى مايا إبراهيم من لبنان. بونسوار مايا. بونسوار حبيب قلبي، الله يسعد قلبك وأوقاتك ويخلي لي حلى قلبك وذوقك، دايما غامرني بلطفك وكلامك الحلو. إن شاء الله تكونوا بخير أنت ومستمعينا الحلوين. هلأ مش بس أنا كلامي الحلو، في كلام حلو من بريطانيا أنا بعد ما سمعته، بس بدي أخذ تشانس وسمعك على الهوى مباشرة من وليد، هيك ما بعرف عامل ردية أو كلام حلو لإليك، بدنا نسمعه سوا. حاضرة تسمعي؟ يا أكيد كلنا سمع. أنا ما سمعته، مش عامل حتى عليه شو اسمه مراقبة أو سانسور أو شيء، بده يمرق دغري على الهوى. أنا حاطت وليد كارت بلانش، وليد كارت بلانش، أنا حاطت إيدي على علبي وعم بلعب هالتسجيل، ما بعرف يا رب تنجينا. تنسمع سوا يلا. ها موعدنا معها كل يوم أربعة، نحن عطاشة وهي النبعة، يا ريت بيكون كل أيام الجمعة ويوم اللقاء بمايا يوم الأربعة. ذكية مرحة شابو با، والعيشي معها العيشي بدون ما زبطت العيشي بدونها شابو با. لا يا عمي لا، مايا إبراهيم بتزيح الغيم بتداوي السقيم، حفظها الحليم حفظها الحليم. بعتقد غلبت هون شوي، كان بده يقول انه ذكيه ومرحه شابوبا والعيشه بدونها فوبا. نحن كاتبهم يعني وبعت لي اياهم كمان. يعني شو بدي اقول له لوليد، حتى لو خربت بالعكس هيدي عفويته الحلوه، لانه الكلام طالع من القلب اوقات من دون ما نحن نرجلجه، لما بيطلع الكلام هيك يعني شو بدي اقول لك وليد، وصل صدقني كلامك الحلو وصل من القلب للقلب، لأنه هلقد في صدق وهلقد في محبة. كون أكيد القلوب شواهد، يخلي لي قلبك ومحبتك وحبيب قلبي. إن شاء الله يا ربي كون قد هالصورة الحلوة اللي أنت عم ترسمني فيها وهالكلام الحلو اللي أنت قلته، أنا هيدا بيحملني مسؤولية كتير كبيرة. ممنونة لطفك، ممنونة متابعتك حبيب قلبي، ضل بألف خير يا رب، ونضل دائما نقدم لك الشغلات اللي ترضي خاطرك. يعني بعد هالكلام الحلو بدنا نسمع هيك غنية حلوة كتير، شو قولك سمعك غنية وائل كفوري الجديدة لآخر دقة منبلش فيها اليوم؟ يلا كلنا سمع حبيب قلبي، خلي فيك يلا، اليوم كتير هيك عم بتكرموني. بنسى أسامي، بنسى شوارع وقلوب، إلا اسمك بقلبي بضل جوا محفوظ ومكتوب. بنسى كل الأسامي، بنسى شوارع وقلوب، إلا اسمك بقلبي بضل جوا محفوظ ومكتوب. على كل شوارع وقلوب، إلا اسمك بقلبي بضل جوا محفوظ ومكتوب.
فيك فتح عيني على صورة وجهك بنا كل لحظة عنا ذكرى لبكرة انت وانا والايام اليك بفتح عيني على صورة وجهك بنا كل لحظة عنا ذكرى لبكرة انت وانا ومكتوب على كل اليوم الوطني بأمريكا إنه نقدم باقة زهور للناس يلي حوالينا، مش مهم إنه نحبون أو يكون في مناسبة. واليوم لأنه بوردة وردة، أنت أحلى وردة بتقدمين لحالك كل نهار أربعة، خلص أنا مش هقدم زهور لحدا، أنت أحلى وردة رح أقدمها لكل المستمعين. شو قولك؟ يا حبيب قلبي، يعني إن شاء الله تكون هيك، أنا أكون هدية حلوة لألون. الهدية اللي انت هديتوني اياها ان شاء الله تكون هيك تنال اعجابهم ان شاء الله يا رب. يعني حطيتني بقيمة الورود في احلى من هدية الورد، فان شاء الله يا رب يكون يليق فيني هالصورة اللي انت حطيتني فيها يا باتشيتو. انت احلى وردة يا مايا، انت احلى وردة، وكل مش عم مثل ما عم بتشوفي كل المستمعين ناطرين ناطرة. هلا كمان كتب شو اسمه ريتشارد انه بنت العام طلعت على الهواء، نحن ناطرين مناطرة. شو بدنا نقول؟ لك يخلي لي اياكم، يعني وليد دوريتشر وهالمستمعين الحلوين، يعني انا وحياة الله هذا الشيء شوف باتشيتو كتير كتير بيفرح القلب، بس بنفس الوقت بيخوف وبيحسسنا بالمسؤولية، انه عن جد المسؤولية علينا عم تكبر اكتر واكتر، فلانه هالقد هن حابيننا ان شاء الله يا رب نضل، بس الله يقدرنا نحافظ على هالمحبه، ما بدي لهم اكثر من هيك، يخلي لنا تقديرهم، لانه فاتشيتو المحبه والتقدير هدول لا بايدي ولا بايدك، سبحان من حببهم فينا، فان شاء الله يا رب نضل عند هالصوره وحسن ظنهم. لك سلام كبير من زوزو ازدهار اللي عيطها، بتشكرك كثير، بتقول لك شكرا كثير يا فاتشيتو، والله يحقق لك كل اللي ببالك انت كمان، انبسطت كثير كثير بالمعايد اللي بعتني لها اياها، كثير كثير انبسطت، وقال ان شاء الله دائما من نجاح لنجاح. عقبال ال 150، هلا ما بقى عم نقول عقبال ال 100 لانه في كثير ناس عم بيقطعوا ال 100، هلا وصلنا على ال 150 ما بعرف. هيك اللي بتلبق له الحياة إن شاء الله بضله هيك عايش ومعشعش هيك بين أهله وأحبابه يا رب. إن شاء الله لا يحرم حدا من طلقه يا رب. عن شو موضوعنا اليوم؟ والله يا باتشيتو إذا بدنا نقولهم اليوم عن شو الموضوع رح يفكروها مقصودة، لأنه أنا والله العظيم أني أنا مش قاصدتها، فجأة عم يطلع معي الفكرة، بس سبحان الله صادفت أنه أنا اللي أنا قلته اليوم هو عيده، اللي هي العيلة، اليوم عيد العيلة العالمي، وأنا مش قاصدة نحكي أنا أنه العيلة وتربية، يعني أنا جمعت، لأنه لو نقول عيلة مش مهم نأسس عيلة، فهي اليوم التام تعيتنا هي العيلة، ينعاد على كل إنسان عنده عيلة حلوة ونقول له الله يحافظ لك عليها، يحفظك ويحفظهم يا رب، ويباركها لهالعيلة، لأنه العيلة ما بتكفي من دون بركة ربنا، ومن دون ما نحن نكون حاسين بنعمة وجودها لهالعيلة، فنحن لازم نشكر الله اللي أعطانا هالعيلة الحلوة، الله يباركها ويعطينا البركة نحن كمان لنتبارك فيها ويضلون حوالينا ونحن حواليهم. فشوف كيف صادفت أنه أنا اخترت موضوع العائلة وموجود اليوم برزنامة الرزنامة العالمية، أنه اليوم العائلة العالمي، قد حلو اليوم نكون موضوعنا هيك مثل ما بيقولوا ديسبونيبل هيك.
ثاقبت. وانا لاحظت اليوم على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك في كتير ناس حاطين الصور لعائلتهم وعم بيقولوا انه اليوم العالمي للعائلة، وحاطين صور عائلية كمان. وكمان بدنا نذكر انه القديسة الشفيعة للعيال هي القديسة ريتا، هي شفيعة كل العائلات يعني، كمان هيدي شغلة كتير حلوة. ان شاء الله نقول لهم بشيتو انا ليه اخترت الموضوع اليوم هون. قولي. صراحة كنت بدي احكي انا من هداك الاسبوع بس ترددت، رجعت قلت لا لازم اطرحه بس بطريقة مايا وفاتشيتو، مش بالطريقة اللي عم تنطرح هلا. يعني سوري المواضيع اللي هلا عم نشوفها كتير تأثرنا فيها، التحرش، الاغتصاب، الشغلات اللي عم بتصير على السوشيال ميديا ابدا 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 مش مزبوطة. فانا اخترت هالموضوع لاجل هالشغلة. بنسأل كتير أنا فاتشيتو مايا الله عطيك كل شيء، ليه بعدك ما تجوزتي لهلا؟ أولا أنا بدي أقول شغلة، رب العالمين بيجوزنا بالسماء قبل ما يجوزنا على الأرض. مش الغاية أنه أنا أقول أوكي لأي شخص ويلا نتكل على الله وخلص نروح يلا نعمل بيت وكل شيء، لا. الغاية أنه نكفي الاستمرارية، هيدي الأوكي اللي بدنا نقولها للطرف الثاني عليها عاتق كتير كبير ومسؤولية كتير كبيرة. شوف فاتشيتو، أنا سمعت تصريح مرة لمروان خوري، الفنان مروان خوري، أنه تجوز والكل فرح لفرحته أنه أوه يلا لقى شريكة حياته. انصدموا بردة فعله لما قال ما بدي جيب أولاد، نحن بزمن صار بيخوف الكل لامه. هلأ شوف أنه يحرم حاله فاتشيتو من الأولاد، هذا حرية ترجع له، بس هي الفكرة لما قال أنه نحن بالفعل صرنا بزمن بخوف. فاتشيتو كانوا بالزمانات العائلة من كذا فرد، كذا نفر يجيبوا 10-12 ولد، الإنجاب كان هين والتربية كانت سهلة، كانت إيد واحدة. ما بعرف، تحس إنه كان مفهوم العائلة إيد واحدة، الحنية، النخوة، لمة العائلة، الولد يروح يساعد بيه بأي شيء بشغله، البنت تساعد أمها. فكانوا عن جد عبارة عن عائلة وكانوا عايشين على البساطة، ما كان عندهم هالشي المخيف. هلأ أكيد أولاد السوق كانوا موجودين من وقت ما بلشت الحياة على الكرة الأرضية، يعني خلق الخير وخلق الشر، ما في خلقوا مع بعض الخير والشر، قابيل وهابيل من البداية، خلق بالحياة الأبيض والأسود. بس الفكرة أنه كان الأسود أقل من هلأ، يعني للأسف نحن هلأ صارت الدائرة كتير عم تكبر، دائرة الشر كبرت وصرنا عم ندور على الفسحة البيضة بهالدائرة. هلأ صار التربية صعبة، وممكن يكون حتى الإنجاب أوقات في ناس عم تتعالج لتجيب أولاد، يعني صار في صعوبة حتى رغم تطور الطب. منقول الله يطعم كل إنسان يا رب، الله لا يحرم حدا نعمة الأمومة ونعمة الأبوة، بس بنفس الوقت يا رب يطلعوا قد لهالشغله. انا دائما بقول او بيان تري بيان او ريان. فانا لما بنسال ليه لهلا ما تجوزت، انا مش قصدي اخذ انسان كامل، لا، لما بدي اقول الاوكي انا بدي اطلع انا قدها، والطرف الثاني اللي بدي اقول له الاوكي بدي يطلع قدها، لانه بالنهايه العائله هي شراكه بكل شيء. مش لما يغلط الولد روح شوف ابنك، روح شوف تربيتك، أو العكس، يعني لا أنا أرمي عليه ولا هو يرمي علي، اثنيناتنا نتشارك نأسس عائلة حلوة، عائلة متينة، عائلة قوية. من البداية نكون قد الكلمة اللي قلناها لبعض لنستمر إن شاء الله بولد واحد، ما بدنا نقول إنه عائلة كبيرة، إن شاء الله ولد واحد نطلع قده بتربية السليمة. بيقول المثل انه الولد السيء بيجيب المسبة لعائلته، وفي مثل تاني بيقولوا انه ادعي للي بيشوفوك، لا يا رب
خليك انت المثل لما الناس يشوفوك يدعوا ليلي ربوك، فخليك انت المثل الحلو لما يشوفوك الناس ويشوفوك انه انت بتربية حلوة واخلاق حلوة، الناس تدعي لتربيتك للي يقولوا الله يبارك البطن اللي حملك، الله يبارك العيلة اللي اسستك وجابتك. فهيدي قديش شغلة حلوة فرما انه انت تجيب المسبة لك ولأهلك. للأسف اللي صار على السوشيال ميديا هالفترة كتير كتير بشع. صرنا يا فاتشيتو الأم بتشيلي مسؤولية، وأنا ما إلي خلق على الولد، بمسكه هالآيباد بحمله هالتليفون، يلا التهي عني وما تسمعني صوتك. للأسف للأسف هيدي الشغلة قدي يعني فاتشيتو بشعة بشعة، إنه نحنا ما عاد إلنا خلق نربي، نرمي هالحمل يلا ونقلل خاصيتنا وخلي هالتليفون يلهي هالولد عنا، ونحن مش عارفين هالولد شو عم يطلع قدامه شغلات. انت شو رأيك بهالموضوع يا فاتشيتو اللي انت يمكن كنت انا مش قادرة اوضح، لانه في شغلات نحن مش لازم ننشرها، نحن ما لازم ننشر الا الشغلات الحلوة. فانا كرمال هيك كان تركيزي اليوم على العيلة والتربية، ما رح وضح الأمور التانية اللي عم تنذكر، لأنه للأسف عم تنطرح حتى بطريقة غلط. الإعلام عم ينشرها بطريقة غلط، صار عم يستضيف الحبة الوسخة يا فاتشيتو من الصحارة. نحن ما بنعملها، لا أنا ولا أنت ولا الإعلام نظيفة بيعملها، ما نسلط الضوء على الشغلات البشعة، لأنه هني أوريدي موجودين بمجتمعنا، بس ما نسلط الضوء ونعطيهم قيمة. يعني بكفي بقى نعطيهم قيمة أكتر من حجمهم لأنه ما بيستاهلوا. يعني ما بعرف إذا وصلك البيان اللي طلع من قبل النقابة، بعت لي النقيب نعمة بدوي منوجه له أكبر تحية، طلع بيان أنه بليز ما تستضيفوا هالنوع تافه السخيف اللي عم يدعوا أنه هن ستاند أب كوميدي. يعني لا، في شغلات هيدي منا كوميدي صارت، وعم يدعوا أنه هن ممثلين. لا، انتوا لا نكون ممثلين ولا بتمثلوا مجتمعنا، لا بالتمثيل خاصكم ولا بتمثلوا مجتمعنا ولا بشرفنا تمثلوا مجتمعنا. فانت شو بتقول يا فاتشيتو؟ والله حكيت عن كتير اشياء مايا، هلأ مش ما بعرف اذا رح اقدر غطي كل المواضيع اللي حكيتيهم، بس عن شغلة كتير مهمة عن العائلة، انه كيف الاهل عم بيستعملوا الايبادز والانترنت، انه يستعملون كبيبي سيتر للولاد وهن يكونوا مرتاحين للولاد، وعم بيستعملوا الانترنت بلا الرقابة. هيدي شغلة كتير خطرة، لأنه لازم العطول الأهل يكونوا أصدقاء لأولادهم، تيكونوا مقربين من أولادهم، تيعرفوا كل شيء عم بيصير مع أولادهم أكتر من أنه يكونوا مراقبين لأولادهم، تيصير في هالتفاهم بين الأهل والأولاد، والأولاد يكونوا مرتاحين تيخبروا لأهلهم كل شيء بحياتهم. هيدا الشيء الأهم، تيكونوا الأولاد مرتاحين يقولوا، يفضوا قلبهم لأهلهم بدل ما يروحوا وهيك يختلطوا بأشياء ما بتسوى على الإنترنت. هيدي الشغلة المهمة، وما يستعملوا الأهل الإنترنت كبيبي سيتر لأولادهم. في مدة كانوا يستعملوا الأهل التلفزيون، يحطوا الأولاد قدام التلفزيون أو الفيديو، وقتها كان الفي سي آر جديد، كانوا يحطوا أفلام فيديو للأولاد، أفلام كرتون ماشي الحال كمان أو دي في دي، ويحطوا الأولاد قدام التلفزيون وهن يروحوا يشوفوا شغلون، والأولاد يحضروا هالتلفزيون وهالفيديوز ويتسلوا. هلأ صار أخطر لأنه صار عندهم الإنترنت، وبالإنترنت مش بس الأولاد بيتفرجوا وبيتواصلوا مع الناس يلي عم بيحكوا معهم. وهون المشكلة، لما بيتواصلوا مع الناس يلي ما بيعرفوا مين هن اللي عم بيتواصلوا معهم، وهون بيتواصلوا بيتعلموا أشياء، وأهلهم ما عم بيعرفوا مع مين عم بيتواصلوا وشو عم بيتعلموا ولوين عم بيوصلوا مع التواصل مع الناس يلي عم بيتواصلوا معهم. للأهل منقول كونوا صحاب مع أولادكم، وكونوا قراب مع أولادكم، وكونوا العيلة مع أولادكم، وكونوا الناس يلي أولادكم بيأمنولن تيجوا يحكوا معهم ويخبرون كل شيء، كل شردة وردة معهم. ما تخوفوا أولادكم، ما تخلوا أولادكم يخافوا منكم، بالعكس خلوا أولادكم يرتاحوا معكم تيجوا يحكوا لكم عن كل شيء بيلاقوه على الانترنت وكل شيء بيتعرضوا له على الانترنت، تأنتوا تساعدوهم بدل ما تكونوا عم بتخوفوهم.
بدل ما تخوفون ساعدون وخلوا انتو تكونوا الناس يلي الولاد بيأمنولون يجي يخبرون ويسألون عن هالاشياء. هيدا اهم كتير من كل شيء تاني، هيدا اللي بحب قوله. يسلم تمك، يسلم تمك لك الكلمة قلتها. في مرة فاتشيتو أنا هيك حطيت كلمة والله هيك اللي حبوها بوقتها، قلت لو يرجعوا الأجداد ويسألونا شو علمنا الأحفاد شو منقلن؟ مسكناهن الآيباد، لأنه ما عاد إلنا جلاد على تربية الأولاد والفساد زاد. للأسف 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 فاتشيتو هذا اللي عم بصير، إنه بالفعل صار الآيباد هو البديل. وهيدا طب أنا مش ضد، أنا مش ضد، بس أنا كمان شوف فاتشيتو قبل الآيباد بدي وجه تحية لخالتي خالته فريال، أختها لمامي يعني عايشة بالإمارات. تعرف فاتشيتو كانت درجة أول شيء، هدول الأتاري كان أول ما درجوا الأتاري إذا بتتذكر. كل شوي سمون الأول شيء بلشت أتاري الفاميلي، رجعوا صاروا بعدين اتطورت صاروا يسمون تسميات تانية، بلاي ستيشن وما بلاي ستيشن، بس هي بالبداية كانت الأتاري. وحياة الله فاتشيتو بتذكر رغم أنه أنا مش هالكبيرة، بس أنا من طفولتي فاتشيتو حملت المسؤولية، يعني خلص يعاملوني أنه فاتشيتو سابقة سني. هلأ انتبه، في سابق سنك بطريقة حلوة، طريقة مهذبة، أنه أنت اسم الله واعي وناضج فيه، وسابق سنك مثل هلأ اللي عم بفرجونا إياهم أنه بيطلعوا لايفات هدول الأولاد الصغيرة، بيطلعوا بالشغلات وبيقولوا كلام عايب يقولوه. لا هيدا ما بيسموه سابق سنه. أوقات عم نشوف أنه ممحي البراءة منهم وممحي الطفولة منهم، هيدا ما عاد سابق سنه، سوري صار هيدا يعني صار كبير بهيئة صغير. فهمت علي؟ أكيد فهمت المساج اللي بدي أقوله. فبس أنا أعوذ بالله من كلمة أنا فاتشيتو ما بدي كتير أشكر بنفسي، بس فاتشيتو أنا كتير ربيت على المثاليات. يعني أنا أوقات فاتشيتو جت فترة أني أنا أتضايق أني أنا ما بشبه المجتمع اللي أنا عايشة فيه، بس هلأ خلص لا، بقول أنا خليني هيك وبدعي لمامي بالبركة بالعمر لأنه ربتني على هالمثاليات، أطلع هيك وخليني أنا مضرب مثل للكل، ما بدي يكون أشبه حدا. لأنه للأسف بعدني عم نحكي دائرة الشر، مش إذا الشر كتر بدي يصير مثلهم، لا خليني أنا الفصحة البيضة للناس بس تشوفني تتفائل بالخير. ما بتتصور فاتشيتو الكلام الحلو اللي أنا بسمعه قديه بيحملني بعد مسؤولية أكتر، إنه الناس بتحب نفسيتي مثل ما أنا هيك. فأنا بس اسمع هالكلام بقول الله يبارك بعمر مامي اللي طلعتني هيك. لا مش غلط إني أنا، بالعكس الشر مش موضة لحتى أنا أتبعه، وأوقات الموضة حتى لو كان موضة مش كل شيء بيلبق لك بيلبق لي، حتى الموضة لا، بدي أمشي باللي بيرضي ربي ويرضي ضميري ويرضي تربيتي. كنت عم بحكيك على خالتي لما كانت تنزل يا فاتشيتو يكون عندها مشاوير مثلا ببيروت بدها تشتري غراض أو شيء، ما فيهم ينزلوا فاتشيتو الدنيا شوب ينزلوا العيلة كذا، فتحملني أنه أنا دير بالي عليهم. تقلي مايا حبيبتي خالته كل واحد بتعيري له نص ساعة يلعب، بعد النص ساعة تطفيلهم إياها وبتخفيها. هاي دولي أمانة ومسؤولية عندك. تصور لوين فاتشيتو، سوري أتاري يعني جيم يعني سوري بكلمتي. أنا بالعكس أنا أحب ما عندي يقعدوا، لأنه أنا مثلا بدي أعمل البيت، بيتنا اسم الله كبير كان فوق. طب أنا عندي مسؤوليات تانية، أنا أحب ما عندي إنه حتى ما يقوموا يناقشوا لي ويدعسوا لي، إنه يلعبوا وإنه أنا عرفت علي يلعبوا أنا يلتهوا عني. لا والله فاتشيتو أنا أمشي، رغم إنه أنا سوري بكلمتي كان بإمكاني زعبر ما حدا، بس أنا لقي إنه معها حق. فاتشيتو عصبيتهم تزيد رغم إنه هي بتعير لهم نص ساعة. طبيعتهم يا فاتشيتو طبعهم يتغير يا زلمة، ما فيك تحكيهم إلا يصير يعصبوا. فقالت لي يا قالت لي يا خالتو عم تعكس سلبا على طبعهم وأخلاقهم وعصبيتهم، فما بالك لخليهم بالساعات مثل غيرهم. أنا ما فيني يكون هيك، وما فيك تحرمينه إياها لأنه هي درجة. حيقولوا طب إيش معنى نحن؟ لا أنا بجيب لكم إياها، بس في نظام في تقنين هالقد بيطلع لك إنه أنت خلصت درسك خلصت شغلي أوكي العاب، هيدي ما بيطلع لك أكثر من نص ساعة فيها بس. وهيدا المفروض فاتشيتو تكون في رقابة، كيف أنت هلأ مرقت علي هذا، كيف لازم يكون في رقابة حتى على الأعمال الفنية فاتشيتو.
أنا في مرة قلتها كمان، يمكن هلأ ينزعج البعض، بس فاتشيتو أنا ما بعرف أتخبى بخيال أصبعي وبقول الحقيقة مثل ما هي. شوف لما يعني ما بعرف هلأ يمكن كلام قد لا يعجب البعض مثل ما بيقولوا، خلينا نقول unpopular opinion. شوف لما يصنعوا من جبل تاجر السلاح بطل لعدة سنين، وهلأ السيد صافي أبو شفرة بتمه وتاجر مخدرات، ويقولوا لك بس بيصلي وقلبه طيب بيعمل خير، وإن شاء الله تحبوا البطلة اللي هني عرفت عليه مش شايفين إنه عم يعني عم يقتل أجيال، بيوجع أرواح من تعطيها لهيك سموم. فاتشيتو يمكن روح أنت فهمت علي عن شو عم بحكي، رغم إنه أنا ما حضرته، بس أنا مرق قدامي مشاهد ب2020 لما مرق مشهد الشفرة بتمه وإنه بتاجر مخدرات وبيحطهم بالخضرة. طيب عملوا منه بطل والكل تعاطف معه وتعاطفوا كتير مع جبل. طب فاتشيتو يا فرحتنا بالأجيال القادمة بمين عم يتماهوا؟ ما عم بيقولوا في إيدنتيفيكاسيون إنه الجيل بيتماها. رح تقولوا لي موجودين بمجتمعاتنا، رح لكم مزبوط، بس ما بينعطاهم مساحة دور كبيرة بمسلسل ونعمل منهم أبطال ونكبر دائرة الشر على الخير، منوسع دائرة الخير. خلينا نمرقهم بس مرور الكرام. هالشفرة يا ريت تخلوا عيونكم على أولادكم من تقليدهم للسيد صافي، حاجة بقى تتعاطفوا مع الشر. ومنرجع منقول ليه هيك مجتمعاتنا؟ والله كتير رمضان يجمعنا، بظن المفروض يجمعنا على الخير والرحمة مش على الشر وقلة القيم والمبادئ. ملعون أبو التركي شو عمل فينا، قعد الكتاب والمؤلفين خلينا نستنسخ أبطالهم وقصصهم عن الشر. لا وشو منقول الله عم يحرمنا النعمة بهالمسلسل سوق خضرة بكامله، تغطية لتجارتهم الوسخة، واليوم ذكروا التجار بالرمان فوق ما هو مقطوع انقطعت رزقتنا بالمرة. يعني ما بعرف شو بدي أقول يا فاتشيتو بعد لشركات الإنتاج، خلينا بعد يسوقوا الفن الهابط. الله يرحم دراما الخير اللي كانت توحدنا على المحبة. بعرف فاتشيتو يمكن كلام ما حيعجب البعض، بس هيدي وجهة نظري. مايا بتقول هيك، خليني أنا بتحمل نتيجة كلامي، بس اللي فاتشيتو إذا أنا اللي عم أقوله صح، لما بدي ينصنع عدة أجزاء لجبل، جبل اللي هو شخصية جبل اللي هو تيم حسن اللي قام فيه عدة، هذا صار الكل بده يقلد جبل حتى باللوك مش بس بال. يا زلمة شو عملت فينا هالدراما؟ مش قلبت حياتنا دراما؟ تعرف لو نحن كلنا بنفهم انه هيدا تمثيل، مجرد تمثيل، وحياة الله ما بينزعل. انت قلت كلمة فاتشيتو جوهرية، قلت بالزمانات كان في تي في، ما كان في ايباد، ما كان في شيء، حتى التي في كان محترم، كانت الام تأمن انه تكفي شغل بيتها وتتركك انت عم تحضر، ان كان كارتونز ان كان مسلسلات ان كان شو ما كان، كانت يتقدم دراما نظيفة وكارتونز نظيف. والله العظيم في مرة ابن خيي من غير الشر كان عم يلعب بالجيم، فوتوه هو عم يلعب جيم، فوتوه على فيلم كارتونز فيديو مرق، فصادفت انه لعب النت، اجا قال لي مايا وات هابن، جيت عم شوف انا شو عم بصير، قلت له اه حبيبي الهيئة النت، هات فرجيني حبيبي ليه هيك عمل. مرق قدامي مشهد كارتونز، اذا بقلك اني انا قلبت كمشي وخجلت، قشطه يقتل لي حبيبي شكله رح يفضى، اذا بقلك. فبس اجت مرت خيي قلت لها بليز محيله، في شغلات عم تمرق حتى بالجيمات عم بمرقولهم فيديو كارتونز ما بيسوى، أنا خجلت إنه شوفه. فشوف لوين صرنا نخاف حتى من الكارتونز، عم بمرق حتى مساج مش مزبوطة يا فاتشيتو. شو عم نقدم لهالأجيال نحنا؟ خلينا ناخد بريك مع ترتيلة لريتا أم العيلة من جورج الصافي، ومن كافي سوا وردة وردة. Thank you.
العيل القلب موجوع يلي سهرتي وضحيتي وزرفتي دموع ريتا يا ام العيل القلب موجوع يلي سهرتي وضحيتي وزرفتي دموع خليكي معنا وقوي فينا الايمان وتكبر عيلتنا تعيش محبة يسوع والألم من دون حساب يا ريت اخترت العذاب والألم من دون حساب شوي من آلام الرب حملتي ومشيتي عالدرب لعنه وصلوك وعنده لا ألم ولا جوع خليكي معنا قوي فينا الإيمان عيلتنا تعيش محبة يسوع ريتا يا ام العيل القلب موجوع يلي سهرتي وضحيتي وزرفتي دموع خليكي معنا وقوي فينا الايمان تكبر عيلتنا تعيش محبة يسوع المستمعين عم بيسمعوا قديه انت عم بتحسي مع الموضوع قديه انت عم تتفاعلي مع الموضوع اللي عم نحكي عنه اليوم ومتفقين معك 100% لانه الموضوع يعني كلهم عم بيحسوا فيه لانه الموضوع كتير مهم لما بيدقر العيلة بيدقر كل واحد منا لانه كلنا عنا عيال كلنا بعيالنا منحس مع العيال الكتيرة وكل هالإشي اللي عم بتصير لما بتدقر العيلة بتدقرنا كلنا يعني الله يخلي عيالهم يا رب ويحملهم إياها من كل شر ومن كل سوء شوف باتشيتو مثل ما بيقولوا مثل ما الأوزون حامي الكرة الأرضية من كان من أي شيء تلوث للأسف هلأ صار فيه تغود أوزون مثل ما بيقولوا فنحن بنقول يا رب يكون في طبقة أوزون تغلف كل عائلة وتحميها اللي هي بركة الله تكون هي بمثابة طبقة الأوزون اللي تحميها بس إن شاء الله ما بصيبها ولا أي تغوم يحملون إياها من كل شر لأنه للأسف هالقد صار بعدنا عم نحكي دائرة الشر عم تكبر فيا رب يا رب دائرة الخير هي اللي تطغى بالآخر بيقولوا بالنهاية ما بصح إلا الصحيح وإن شاء الله الخير رح ينتصر على الشر فنحن دايماً بندعي بس الدعوات لوحدة ما بتكفي لازم نتكاتف يا جماعة ونرجع نبني مجتمع بعدنا عم نحكي مش المهم نعطي الأوكي لبعض وإنه يابا وليس بالحب وحده يحيى الإنسان مش لأنه أنا بحب بدي أتجوز وهذا هل يا ترى نحن قد المسؤولية قد هالحمل الهدف مش الملتيبليكاسيون بقدر ما هي الإدوكاسيون الملتيبليكاسيون سوري النبات بيتكاثر الحيوان بيتكاثر مش مهم نحن نكتر ما رح أضرب مطل لحتى ما يعتبروها عند تحيز في ناس كتير الغاية بيقولوا بخلفوا بزتوا لا فيا نجيبهم على هالحياة نكرمهم بحياة تليق فيهم
ونكون يعني مثلا أنا باتشفيتو هعطيك مثل، أنا يمكن ما تجوزت بس أنا حملت مسؤولية مع مامي، يعني أنا عندي إخواتي بيعتبروني أمهم تانية، الله يخلي لنا مامي، فأنا هالقد قريبة منهم، هالقد أنا صديقة لإلهم. يمكن ما عملت عائلة بس بنظري أنه أنا أحلى ما أعطي ابني الآيباد يلتهي فيه عني، أنا بقدر ألعب أنا وياه جيم حلوة، إنسان حيوان شيء قدي كانت تجمع عائلة. هلأ رح تتمسخر ويمكن في البعض رح يتمسخر، بس قدي هيدي بتحرك الميموار. أوقات كنا معنا إذا أنت سبقتني هيك أنا اتنطف، نبقى نلعبها بطريقة حلوة. في ألعاب كتيرة كنا نلعب هيدي اللي على شكل مدفعية، إنه تحتلها تعمل بول وترسم على ورقة وننقفها بالقلم، كمان كنا نلعبه لما كانت تنقطع الكهرباء. هدول ألعاب يمكن حلو كمان إن نقولهم لأولادنا نلعبها معهم، نلعب إيكس، نلعب سبور نحن وياهم، تعال نروح نعمل سبور، تعال امشي أنا وياك، اسمع أنا وياه ميوزيك، شوي شوي اسحب منه الكلام، أعرف شو عم بصير معه بالمدرسة، مين رفقاته، شو بيتحدثوا، شو مواضيعهم، شو اهتماماته. يمكن بهالقعدة أنا لما بعطيه وقته بعرف إنه أوقات نحن مشغولين والشغل لفوق راسنا، بس كمان الشغل مش لازم ياخد منا حيز، نحن مش الهدف نحن بس نأسسهم ونجيب لهم أتقل تياب ونعيشهم حياة الهاي لايف، إنه نحن عم نشتغل لحتى نأمن لهم حياة ونأخذهم على أفخم مولات ونكزرهم بأفخم سيارات وأفخم مطاعم. لا، في شيء تاني أهم، نحن بدنا نبني مجتمع، وهالمجتمع ما بينبنى إذا ما كان في رقابة من الأم والأب لأولادهم، ومثل ما تفضلت وقلت يا فاتشيتو يكونوا أصدقاء، صاحبوا أولادكم صادقون، لأنه المجتمع هالقد صار شرير، إذا هني ما لقوا صحبة يكونوا أنتوا أصحابهم، مش تخوفون بأي شيء بيعملوا. حتى ندير بالنا على المصطلحات اللفظية، مثلا حتى لو شفنا ابنا عم يكذب ما نقول له عم تكذب، نقول له أنت غلطان، ندير بالنا حتى على المصطلحات. أوقات لما بنقعد معه حتى بنكتشف فيه مواهب ممكن ننمي له إياها، يمكن الرسم، يمكن بحب الباسكت، يمكن بحب الفوتبول، يمكن كذا. قدين احنا فاتشيتو بحاجة عن جد نبني مواهب، لأنه بيطلع من أمرهم كتير، بس نحن لما عم نمسكهم الآيباد والجيمات عم نقتل جواتهم شغلات. حتى لاحظ فاتشيتو، انت لاحظ انه الديكسيونير كان رفيقنا الدايم اللغوص، كل ما بدنا كلمين كنا نقوم نجيب لغوص، انا اوقات مامي تيجي تضحك كون ناسي كلمة، سطل التمسيح اتركه ومامي تفتح الباب تيجي تلاقي انه سطل التمسيح هو دوان ما يحد الديكسيونير في كلمة نسيتها عم بنبشها، تضحك مامي. هلأ فاتشيتو مثل ما بجيبها من جوجل بلحظتها بنساها، الكلمة اللي بتجيبها من الكتاب غير، فشوف لوين اختلف الموضوع. هلأ صرنا بكبسة زر مني ومني وجر الدور، أنا مش عم أقول حتى نحنا بطلنا رفقة الكتب، بطلنا صرنا رفقة بطل حدا يقرأ جرايد، بطل حدا يقرأ كتاب، صارت العالم كلها على الويب سايتات أسهل. معك حق. وتالين هلأ عم تكتب على التواصل الاجتماعي على الجروب عم بتقول هيدا للأسف لأنه ولادنا اجوا بوقت السرعة والتكنولوجيا يلي بتضر أكتر ما بتنفع. ما سلاح ذو حدين، مزبوط قدمت لنا الكتير بس سرقت لنا الكتير. يعني لاحظ فاتشيتو كانت بالزمانات الصورة لما نتصورها لهلأ لما منبحبش بالألبوم نقول واو شو كانت ذكرها حلوة، كانت الصورة توثق ذكرى. هلأ للأسف صرنا منصور صحن الأكل ومننزله ستوري، حتى الصورة فقدت معناتها، بطلت للذكرى، صارت مجرد للتباهي والمظاهر الاجتماعية. يعني شوف نحن لوين صرنا سطحية حتى بتفكيرنا، هيدا الشيء غلط يا جماعة، ما تخلوا التكنولوجيا. شوف فاتشيتو لما حضرت هداك الأسبوع جيزال، برجع بوجه لها تحية كتير كبيرة حبيبة قلبي، كان في صديقة لهونيك كمان عم تحضر وأخذ كولات، صديقتي كولات بوجه لها كتير تحية، عندها أكاديمي دو ميزيك، عاملة فرقة يا فاتشيتو قبل ما تبلش الاسبكتاكل، قاموا قالوا غنية وحياة الله يا فاتشيتو، إذا بقلك أنا بهالعمر
قلت واو واو شو فيها عمق، انه مين انت يا كمبيوتر او يا ذكاء الاصطناعي لتسبقني، الذكاء الذكاء من الله مش منك، وانا اللي اخترعتك يا روبو، انا اللي اخترعتك يا روبو، يعني انا اللي كل شيء انا حفظتك اياه من داتا، انا مش شطارتك، انا اللي حفظتك اياه، فمش انت اللي بدك تيجي تطغى علي، الله اللي اعطاني الذكاء لحتى عملتك، مش انت بتعملني. فيها معاني رهيبه فاتشيتو، بدي اجيبها للغنيه وان شاء الله تعرضها، شيء بجنن. بس يا الله يا الله. قبل ما نكفي مع جيزال زارت هيشم، بس كنت عم تحكي عن الصورة وذكرتيني عن شغلة كتير مهمة. نحن وصغار بالمدرسة كانوا يصورونا مرة بالسنة صورة للمدرسة، وبتذكر يومتها قدي كنا نحضر حالنا انه هيدا النهار بدنا نتصور فيه، انه يوم الصورة كان يوم كتير مهم، كنا نحضر حالنا نهندس حالنا ونلبس احلى تيابنا ونروح فيها على المدرسة تنتصور. واليوم حتى في صور بتكون صور بنتصورها بلا ما نعرف انه عم نتصور، وبتكون من اكتر من تفرجينا باحلى صورة بتفرجينا بابشع صورة. اوقات الصورة بتكون ما بدي اقول الكرمة، يعني يمكن بتشرشحنا بدل ما تفرجينا بصورة حلوة، يعني الصورة بدل ما تكون ذكرى حلوة بتكون ذكرى بشعة. يسلم تمك يسلم تمك، كل شيء شوهناه يا باتشيتو، كل شيء تشوه من ايدينا. ما بعرف باتشيتو، في شيء هيك قريته انا كمان مره عن شارلي شابلن، اشهر كوميدي بالتاريخ السينما، بتعرف انت باتشيتو، بيقول لك في مره خبريه هيك نزلت على السوشيال ميديا، كان مره مع بيو رايحين بدهم اياها يحضروا شو بالسيرك، وقفوا بالكيو لحتى يقطعوا البيه تاعيتهم. هلا كان في قدامهم، هو هيك عم يحكي شارلي، انه كان في قدامنا عائله من 6 اولاد وام واب، والفقر مبين عليهم رغم انه نضاف كتير، بس يا حرام انه مبينين من ثيابهم انه مش كتير وضعهم منيح. لما اجى دور هيدا الاب بس سال عن حق التذاكر انصدم من السعر، صار يهمس لمرته انه كانه الهيئه بده يقول لها انه تعي نرجع انه مش قدرتنا نحضر. فبيو لشارلي بيعمل حاله وقع $20 من جيبته وكبع على الارض، بينكزوا هيك لهيدا البي الفقير، بينكزوا بكتفه وبيقول له وقعت مصرياتك منك. اطلع الرجال فيه هيك فهم انه عم يعطيها من دون ما يجرحه، بيهمس له هيدا الفقير لبيو لشارلي ودموعه بعيونه، بيقول له شكرا يا سيدي. فبعد ما هن فاتوا بابا سحبني من ايدي ونحن تراجعنا من الكيو لانه بطل معنا غير $20 نعطيها، وانا من هداك اليوم وانا فخور فيه لبابا. هذا الموقف ما بنساه بحياتي، اجمل بكتير من عرض السيرك اللي انا كنت فايت احضره، لطالما هي تربية بالقدوة مش بالتنظير. يعني هو شاف قدامه مثال، فنحن لازم نكون مضرب مثل لأولادنا، مش ضروري يطلعوا كابي بيست عنا، لا غلط يطلعوا كابي بيست، لأنه لازم يكون عندهم شخصيتهم الخاصة فيهم، بس قدي حلو يتباهوا فينا، قدي حلو يضربوا المثل فينا بالكرم بالأخلاق الحلوة بالنفسية الطيبة بالإنسانية بالضمير بكل شيء، مش يستحوا فينا. عندي غنية لجيزال هاشم زرد عن العائلة، نسمعها سوا ومنكفي. العيل العيل يا سادة ورشي لان ابن السعادة، اختاروا حشار الوفا للدار، اختاروا حشار الوفا للدار، والمحبي والمحبي وسادة. للعيل منرفع يمين، العيل حلا أياما لما يكونوا مهتمين فينا البابا والماما. العيل العيل يا سادة ورشي لنبني السعادة،
اختاروا حشار الوفا للدار، اختاروا حشار الوفا للدار، والمحبي والمحبي وسادة. رجع البابا عالبيت تفرح برجوع الماما، العيلي العيلي يا سادة، ورشي لابني السعادة، اختاروا حشار الوفا للدار، اختاروا حشار الوفا للدار، والمحبي والمحبي وسادة. مفهوم العيل تربيت، ضحوا ما تقولوا يا ريت، حبوا 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 بعض بالمحبة بنحمي البيت، حبوا 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 بعض. العيل العيل يا سادة، العيل العيل يا سادة، ورشي لنبني السعادة، ورشي لنبني السعادة، العيل العيل يا سادة، العيل العيل يا سادة، ورشي لنبني السعادة، ورشي لنبني السعادة، اختاروا حشار الوفا للدار، اختاروا حشار الوفا للدار، والمحبي والمحبي وسادة. كفي موعدنا مع وردي وردي. وعلى سيرة البابا، تذكرت هالغنية القديمة القديمة فيها كلمة بابا، قلت هيك بمرقة نحن وعم نحكي. تتذكري هالغنية انت؟ الله رزقك يا بطل، انا بقول رزق الله. كلمة رزق الله قد بتعني هالكلمة، قد فيها نوستالجيا لو نقول كلمة رزق الله عن جد، لأنه بتذكرك ب حقبة من حياتك بفترة من الفترات هيك كانت حلوة، كانت بريئة عن جد. فاتشيتو اللحظات ما بتتكرر، فخلينا نقدر اللحظة، حتى اللحظات مع العيلة لازم نقدرها. شوف يا فاتشيتو، بعدنا عم نحكي نحنا مش مجبرين على الإنجاب، بس نحنا مجبرين على التربية. مظبوط، خلينا نسمع هيك مقطع صغير منا يلا. واني لروح السعودية وعمل وقتك يا بنية، رجائي تحفظي عهدي انت يا روح عيني، انت روحي ومهجتي، انت قليبي ومقلتي، انت املي وفرحتي، وما ابغي غيرك يا با. شكي شكي بابا، شكي شكي بابا، عيني عيني يا با، عيني عيني يا با، قالك ما يريدوني، قالك ما يريدوني، قالوا فقري يابا، قالوا فقري يابا. هيك كان يحبها واهله واهلها ما ردوه. شو القصه يا مايا؟ شو صار شيء معك هيك؟
إجا طلبك وأهلك ما حبوا لأنه كان فقير؟ لا لا باتشيتو، ليك الحلو بأهلي بيتركوك ل يعني نحن نقول إيه أو منقول لا، ولا مرة ولا مرة يعني هيك كان السبب إنه فقير أو ما لا لا، بيتركوك حتى أنت لا، أنت حر باختيارك. آه أوكي، ده كان أنت اللي عطول قلتي لهم لا. صح. بعطيك باتشيتو لأنه الإيه هي المسؤولية مش شطارة. باتشيتو في هيك كم حكمة لازم نقولهم قبل ما يخلص وقتنا، لأنه دايهمنا الوقت كأنه بدنا نقول يا باتشيتو، من شب على شيء شاب عليه. معناتها لما نحن بدنا نقول هالمثل معناتها قديه بده يكون الباز قوي عند الأولاد، قديه بده تكون عندهم إجة. نحن باتشيتو التربية اللي بنعطيهم إياها هي إجة بيصمدوا فيها كل المبادئ والقيم اللي بنزرعها فيهم، لحتى لما يواجهوا الحياة يفتحوا هالإجة ويبلشوا يستخدموا منها تماما، مثل كأنك حاطط لهم رصيد بالبنك، بس لخليه رصيد مفتوح لأنه ما ينتهي، لحتى يكون هالرصيد قادر يضاينهم للضيان مدة طويلة. كل ما طالت المدة وكل ما واجهوا الحياة، كل ما هالإجة ساعدتهم أكتر، قدي أهلهم زارعين فيهم شغلات يستخدموها، لأنه اوعى تفكروا في شيء بروح دعان، بالعكس هذا عم يصمد ويبني بشخصيتهم. ما تدرسه في أحضاني، لا ما ندرسه في أحضاني أمهاتنا لا يمحى أبدا. الأولاد بحاجة إلى نماذج أكثر منها من نقاد، بالفعل هيك، نحن بحاجة إنه يكونوا مضرب مثل لنا يا فاتشيتو، مش ينتقدونا على كل شيء، لا بحاجة نحن نشوفهم عن جد نماذج لألنا لحتى نقتضي فيهم. يغني الصوص كما يعلمه الديك، شوف لوين. زود الصغار بجذور عميقة وامنح الكبار أجنحة طليقة، بالفعل هيك، إذا ما زرعنا فيهم جذور ما بيصير عندهم أجنحة لما بيكبروا. بعدين فاتشيتو في شغلة مثل ما أنت قلتها، إنه لازم نكون نحن المعلم الأول للولد قبل ما، مثل ما بتعرف الأم والأب لمدة من وقت ما بيخلق لمدة 3 سنين لما بيفوت على المدرسة، نحن المعلم الأول بحياته. فنحن لازم عن جد يكون نحن عنا قدرة على التحمل، على الصبر، على حتى أسئلته ما نستخف ولا بأي سؤال، بأي شيء بيسألونا إياه يسألوه لألنا إحنا ما يسألوه لغيرنا. نحن عنا طريقة نقول لهم إياها، عنا أسلوب، أوقات غيرنا يمكن يوصل له الفكرة بطريقة مش حلوة. فبعدنا عم نحكي أعطوا وقت للعائلة، أعطوا وقت للأولاد يا جماعة، مش كل شيء إنه نحن نأمن لهم. يعني شوف باتشيتو، كورونا إجت مش اعتباطياً، قدي جماعة العائلة وقعدتهم بالبيت، مش في شغلات، لعب الورق يا زلم يرجع بين العائلة، أفراد العائلة الحكواتي. أنا عندي صديق من تونس بوجه له تحية كبيرة، يعني رجع الزمن الحكاية، بكرة إن شاء الله كمان بخليه بيحكيك بالتفاصيل كيف رجعها بزمن كورونا، أحيا فكرة القصة أونلاين. هيدول الشغلات اللي احنا افتقدناهم، نحن مش رجعنا طلعناهم بكورونا، قعدنا بالبيت وصار عنا زهق، ما خلينا لعبة ما كنا نلعبها نحن وصغار، ما خلينا شغلة لنعبي وقتنا ونعبي فراغنا. فهل باتشيتو عن جد اجت لتذكرنا بالعيلة يا زلمة، نضف الجو برا من التلوث، قديه نحن وسخنا لبعض بحق بعض، وقديه وسخنا الطبيعة والأجواء. بنرجع منقول كمان حتى أعطوا للرياضة والموسيقى والمواهب اللي جواتهم، طلعوها استخرجوها استخرجوها، لأنه جوات كل حدا فينا مخزون كبير، استخرجوه يا جماعة بطريقتكم، كونوا أنتوا أصدقاء لألهم. بعدين نحط لهم براسهم أنه الرياضة هي تربية للنفوس، مش لإحراز الكؤوس، مش الغاية أنه نحن نحرز كاس، لا، وتربية أهم بكتير من خبزه وتيابه للطفل. حتى ما نقول نحن عم نشتغل كرمال نأمن لهم حياة رفاهية، لا، لأن الولد بحاجة أكتر. وحتى لما نيجي نودع ابننا ليروح على المدرسة، نعطيه شغلتين مثلا، يضرب حساب انه يمكن رفيقه جوعان او امه نسيت تلف له او شيء، كمان نعوده يا باتشيتو انه يفكر بغيره. لما نزرع فيه الخير صدقني بيطلع الولد بفكر، حتى الألم اذا معه منه اثنين، المحاية، اي شيء، نعوده دايما انه يفكر بغيره.
التربية فن بسيط مش لسان صليط، يعني مش إذا ابنك غلط إنك أنت تفلت عليه بلسانك وتبلش تقول له كلام يجرح فيه. وبعد لقمة العيش أول حاجة هي للشعوب هي تربية. جورج دانتن قايلها هيدا الكلمة، بعد لقمة العيش أول حاجة للشعوب هي التربية. وبالفعل باتشيتو شوف قد ايه التربية لازم نهتم يا باتشيتو لازم. وغلط نحن نحمل أولاد كمان الحماية الزايدة بتطلع شخصية الولد خايفاني وغير ناضجة. كمان في شغلة التوازن، نعود يطلع أوتونوم، يطلع قادر يدافع عن حاله. يعني نحن نعطيه ندعمه بالثقة وهو خلص يكفي الباقي، مش نحن بدنا نعمل له الجيش والحماية وكل شيء، لأنه نحن ما حنكون معه بكل لحظاته بالمدرسة أو بالسبور أو بشيء. لا، بده يواجه، فهو لما بده يواجه بده يكون عنده ثقة بنفسه، بده يكون عنده الدعم الكافي من جوا، القوة الكافية من جوا ليواجه اللي عم بشوفه. غلط نحن كمان نطلعه سوري بكلمة تشتوش بالمرة، ومثل ما بنقوله فاتشيتو إن فسد الراعي فسدت رعيته. فنحن إذا كنا فاسدين كيف بدنا نربي مجتمع؟ العائلة هي الوجه الأول للحب، من لم يستطع أن يحبهم لن يكون بمقدوره أن يحب أي شيء. فهو عن جد أول ناس متعرف عليهم وأول وطن لإلنا هن العائلة. العائلة هن الوطن الأساسي ومن دونهم نحن بغربة. ننتبه يا فاتشيتو، وما في حب بيساوي حب العائلة، بس المهم نحن نعرف كيف نحبهم ويحبونا. في شغلة بدي أقولها يا فاتشيتو، ما بعرف شوي بعتذر إذا رح تزعج البعض، بدي أقول لما زاح الإنسان عن ربه وقل الإيمان وطاعة وزاح عن أرضه وبطل زراعة، الأم فضلت البيبرون كرمال ما تنزع جسمه من الرضاعة، ما نسأل ليه بيطلع خسع وما عنده مناعة، كرمال تلهي عنا بتعطيه الآيباد، من وقتها تعلم العنف قلة الخاصية وبطل يشغل ذكاه، يعني روحت عنده البراعة، قتلت فيه روح القناعة، ما نسأل شو عم بصير بالحياة، من حرب دم كره شباب، رايح عمره هدر ما في مين يراجع ويحاسب، مقضينا صياعة، القيم انحدرت والإنسانية نحن سبب ضياعة، السياسية قصمونا شرزمونا، بس هن من تحت الطاولة متفقين وعالشاشات عنوانهم العريض الأحزاب السياسية وصراعة. الحياة خلقت من رب كبير عادل، بس كل الأشياء البشعة اللي عم نمرق فيها نحن سبب اختراعة. غلطنا نعم وكتير، بس الغلط من الناس وأطباعها مش غلط الطباعة، والإرهابية اللي فاتوا على حياتنا نحن فوتناهم بإيدنا، من تفككنا فتحنا لهم بوابة حياتنا على مصراعة. يعني بالمختصر سفينة حياتنا نحن خزقناها لشراعة. ننتبه يا جماعة عن جد، بليز انتبهوا على أولادكم، ديروا بالكم عليهم، عطونا شوية وقت، انتوا عائلتنا تانية كمان. تحية لريموندا عيسى وأهلا تونت ناديا وبول اللي هني كمان عائلتنا، جوج وجورجات حبيبة قلبي فرد كبير من عائلتنا، يخلينا إياها، يخلي لكم عيالكم، يحميكم، إن شاء الله نكون قدمنا لكم شيء حلو اليوم، الله يحميكم جميعا يا رب. صار الوقت إنه ننهي الحلقة، وإلك تحية من إليانا لأول مرة عم تسمعك مايا، وعم بتقول إنه أول مرة بتسمعك وانبسطت كتير بالكلام اللي قلتيه، وبتبعت لك تحية لإلك. الله يحيي أصلك حبيبة قلبي، إن شاء الله بتصير المستمعة الدائمة. تشرفت بمعرفتك حبيبة قلبي، خلي لي قلبك ومتابعتك. وهيك مننهي حلقة اليوم من وردة وردة وصباحه من لوس أنجلوس، برجع بلتقي معكم بكرة الصبح الساعة 8. خليكم مع إذاعة جبل لبنان، أحلى الأغاني وأحلى البرامج. باي باي. انت في